برضو فقره التوقعات. شكرا قوي يا ماما، شكرا على الكلام الحلو ده. اول مره تسمعي الحاجات دي يا ساره؟ لا مش اول مره. بتشجعك هي، بتقول لك المزايا على طول. اتعلمت كل، يعني اتعلمت كل الحاجات الحلوه منهم، يعني دي الحقيقه فعلا، من مامتي ومن بابا. احنا كنا اتكلمنا معاكي طبعا مع ماما، ما كانش بابا معانا، كنا على سكايب من شهور فاتت من البيت لو تفتكري، وانت قلت لنا ان ماما طبعا كان تاثيرها كبير، وكمان العربي كانت حريصه انك تعرفي عربي، انك تسمعي اغاني عربي. قولي للناس بقى، ايه بتحبي ايه في الاكل، بتحبي ايه في الاغاني، من اشهر المطربين، الافلام، احكي لنا شويه يا ساره. الحقيقه ان انا حتى لو شكلي اجنبيه شويه، انا مصريه يعني 100% من جوه. منين؟ من مصر. من شبرا. مصر من شبرا. ايوه من شبرا. مصريه مصريه، يعني مصريه خالص. مصريه مصريه، اجدع ناس. لا هي مش من شبرا، ده انت اللي قلت لها. اسمعي قوي بقى، لكن انا احنا هي بتحيي. ايوه عندنا جوك يعني. اقول لك حاجه مهمه قبل ما تكمل، هي مولوده في امريكا، واخر مره جت مصر كان عندها 3 سنين، بقى هي 15 سنه ما جتش مصر. وشوف بردك تقول لك انا مصريه. مصريه ومش حاجه عظيمه. يعني. قول كمل معاك. من الاكل انا بحب القلقاس. القلقاس. كشري. زي ما قلت اخر مره. ايوه. وايه تاني؟ ملوخيه. والملوخيه طبعا، انا بموت في الملوخيه. تعرفي تعملي الملوخيه بقى وتعملي الطشه والكلام ده، ولا بتاكلي بس؟ على فكره حاولت ان اتعلم من خالتي دينا. أيوة. لكن كانت صعبه عليا، لكن ان شاء الله في المستقبل انا هتعلم، يعني هجدد. هتتعلمي حاجات تانية. طيب مستر درايدن، عاوز ملوخيه. ملوخيه once a week. once a week. once a week. ناكل الملوخيه كل يوم. كشري. you like another food? كشري twice a month. مرتين في الشهر. But I like the food. It's good. You like? I like the food. The Egyptian food. Egyptian. I like which dish you like the most? كح. 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 الكح. وانا انا بعملها كمان. انا بعمل الكح. انت بتعمل كح؟ لا ده صعب جدا. لا 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 انا بعمل. بس انت ما شاء الله انت شاطره فعلا في المطبخ. شكرا. لا يعني انت عامله شغل من شبرا وكحك، واضح ان كل الكلام ده دي الحاجه او احلى. الوحيده انا بعملها، يعني دي الحاجه الوحيده انا بعملها. الكحك. اوكي.